خلونا يا جماعة نكمل الليسن بتاع امبارح. احنا امبارح بدأنا ليسن 2 في الجيومتري، وقفنا عند الاكزامبل ده، وبعد كده المفروض بقى كنا نبدأ في اليونت فيكتور. يعني ايه يا جماعة يونت فيكتور؟ يونت فيكتور ده هو فيكتور يونيتي، يعني النورم بتاعه 1. خدوا بالكم لان كلمة يونت فيكتور دي ممكن توقفنا في اسئلة كتير، ما تاخدوش بالكم وانتوا بتقروا فما تبقوش عارفين الانسر ايه. فيونت فيكتور ده معناها نورم او لينث، الفيكتور اللينث بتاعه 1. طيب وبعدين هنا جاي بيقول لي اكسبريسنج ذا فيكتور ان تيرم اوف فيوندمنتال يونت. ايه الفيوندمنتال يونت دي يا جماعه؟ اللي هي اي وجي. الاي هي الاكس، الاي دي الدايركتد لاين سيجمنت، بتبدا من عند الاوريجن النورم بتاعتها 1 وماشيه على الاكس، يبقى الاي هي اكس. يبقى لما اجي اقول اي ده معناها 1.0، يبقى الاي يا جماعه هي الفاليو اوف اكس. اما الجي هي الفاليو اوف واي، الجي هي الفاليو اوف واي، يبقى خطوه على الاكس اسمها اي، خطوه على الواي اسمها جي. ماشي كده شباب؟ طيب نيجي نكتبها ازاي؟ بنكتبها اي فيكتور ايكوال اكس كوما واي. لما تيجي تكتبها في شكل الفيوندمنتال فور بتكتبها اكس اي بلس واي جي. فور اكزامبل لما يجي يقول لي اكسبريس ايتش اوف ذا فولوينج فيكتورز ان تيرم اوف فيوندمنتال فورم، وهنا مديك فيكتور ام ايكوال 2.7، يبقى عشان ابدا اكتبها هكتبها كالاتي: ام 2i بلس 7j. طب ان هكتبها ازاي؟ نيجاتيف 5i بس كده، وزي هتبقى نيجاتيف 3 اوفر 2j بس. فالزيرو مش بتتكتب عشان زيرو بالظبط كده. هنا مديني A equal 3i minus 2j و B negative i minus 4j. عايز اجيب A plus B، فانا الاول هحولهم ordered pair، الاول هحولهم ordered pair اللي هي 3 و negative 2، بعد كده اعملهم plus بعض واكتبهم في شكل fundamental form. على فكرة يا جماعة تقدروا من غير ما تحولوا مسألة ordered pair تعملوا 3 plus negative 1 هتطلع 2، negative 2 minus 4 هتطلع negative 6j على طول، فمش لازم تحولوها اوردر بير. بعد كده عايز نورم A بلس B، طبعا احنا لسه جايبين A بلس B، هجيب النورم سكوير روت X باور 2 بلس Y باور 2. بعد كده اخر حاجة BA فيكتور. يعني ايه BA فيكتور؟ يعني هعمل مين ماينس مين؟ قلتها امبارح. A ماينس B، بعمل A ماينس B. ضروري يا جماعة BA فيكتور عشان اجيبه يبقى هعمل A ماينس B. افتحوا الكلاس ورك وتفضلوا حلو. طيب يلا يا شباب، اولا انا هحولها هنا اوردر بير. لازم تاخدوا بالكم من حاجه يا جماعه بس مهمه جدا جدا جدا، ان بي هو لعب معانا في السؤال ده، حط لنا جي ماينس 2i، يعني حط الواي الاول وبعدين الاكس. طبعا انتوا كلكم ما خدتوش بالكم، فلازم تاخدوا بالكم من الحته دي، لازم الاكس تبقى الاول. A B يا جماعة هو B minus A، عملت B minus A، ممكن بقى أعمل negative 2 minus negative 1 على طول من غير ما أحولها order pair زي ما تحبوا. تاني سؤال هو عايز A minus B، فهو هنعمل A minus B على طول. تالت مسألة بيقول عايز norm A plus B، فهجيب الأول A plus B وبعدين أعمل النورم بتاعها. اتفضلوا نجم. جماعة بصوا الاكزامبل ده، هنا K norm 4A equal negative 3 norm A. طبعا يا جماعة لازم تبقوا فاهمين حاجة، النورم دي لا length، ما انت ما اتفرجتيش على الحلقة بتاعت امبارح او الفيديو بتاع امبارح. النورم ده يا جماعة معناه length، مفيش length بالنيجاتيف، فلازم اللي بيبقى خارج منه يخرج positive. فهنا اول حاجة عشان اشيل النورم لازم اشيل النيجاتيف معاه، فبقت K 4A vector equal 3A vector. طبعا الاي فيكتور راحت مع الاي فيكتور لان انت بتتعامل معاها لانها فاريبل، ف 4k equal 3 يبقى الكي equal 3 over 4. letter e norm negative a vector، بس احنا مش بنكتب، هو الكلام ده كله عندك على جوجل كلاس. negative a vector equal 5 norm k vector. ايه الفرق يا جماعه ما بين اللي فوق واللي تحت؟ يعني ايه الفرق ما بين دي و e؟ ان ال8 جوه. طب ما هي فوق كانت النيجاتيف 3 جوه، الكي جوه يا جماعه. هنا الفرق ان الكي الفاريبل جوه النورم، فالكي دي وارد جدا تكون يا ايه يا ايه،
يا بوزيتيف يا نيجاتيف بالظبط كده. فاحنا هنا 8a equal 5 plus or minus k vector، ال a هتروح مع ال a، هقول divided 5 فهتبقى ال k equal positive or negative 8 over 5. انما يا جماعه لو هي كانت جوه نيجاتيف بتطلع بوزيتيف، انما انا بسالك على الفاريبل ال k ممكن يبقى بكام، فلازم تكتب لي كل الاوبشنز. نيجي بعد كده للبارلل والبربنديكولر. المفروض يا جماعه ان انا لما بيكون عندي تو ستريت لاينز بارلل هو نفس فكره لو تو فيكتورز بارلل. طيب لو انا عندي تو ستريت لاينز بارلل على ثالثه اعدادي كنا بنقول ان التو سلوبس ايكوال. طيب نفس الكلام في الفيكتور، الفيكتور برضه عشان هنا اقدر اقول ان تو فيكتورز دول ايكوال يبقى السلوب بتاعهم ايكوال. السلوب ده كنا بنجيبه ازاي في ثالثه اعدادي، اللي هو تان ثيتا 1 ايكوال تان ثيتا 2. يا جماعه الرول بتاع التان مين اوفر مين؟ y over x، y over x، فهنا y1 over x1 equal y2 over x2. تقدروا تستخدموها كده، يعني تقدروا تستخدموا الرول زي ما هي كده، لان غالبا بيبقى مديني ثلاثه نون وواحده انون فبنعمل كروس ملتيبليكيشن، او تقدروا تعملوا كروس ملتيبليكيشن انتوا يعني زي ما تحبوا. انا بالنسبه لي كاتبه لكم كل السمبلست فور. عايزين تشتغلوا y1 over x1 y2 over x2 وتعملوا كروس ملتيبليكيشن ما عنديش مشكله، عايزين تشتغلوا بالرول اللي تحت ده ما عنديش برضو مشكله. البربنديكولر لو انا عندي تو لاينز بربنديكولر يبقى تان ثيتا 1 تايمز تان ثيتا 2 ايكوال نيجاتيف 1، تان ثيتا 1 اللي هي y1 over x1 تايمز y2 over x2 ايكوال نيجاتيف 1. برضو حابين تقفوا عند الخطوه دي وتشتغلوا في المسائل لما تجي لكم ما عنديش مشكله، حابين تكملوا هنودي الواي 2 واي اكس واي 2 اوفر واي اوفر اكس 2 الناحيه الثانيه بالديفايدد وبعد كده اعمل كروس ملتيبليكيشن. طيب تعالوا بقى نشوف الاسئله بتيجي ازاي عشان العكه اللي احنا بنعكه ده. هنا مثلا a equal 2.4 b equal negative 6.3 c equal 4.8. بروف ذات ان a perpendicular b. بروف ذات ان a perpendicular b. فانا ممكن اقول حاجه بسيطه جدا، اقول ال a اللي هو السلوب بتاعها اللي هو هيبقى مين؟ 4 over 2. صح كده؟ مش هيبقى 4 over 2؟ y over x 4 over 2 times 3 over negative 6. طلعت الاجابه negative 1 خير وبركه، يبقى ده perpendicular. في مشكله يا ملك؟ طيب حابين تستخدموا الرول، اهو الرول 2 times negative 6 plus 4 times 3 equal negative 12 plus negative 12 equal 0 يبقى ده perpendicular. انا طبعا ما بحبش استخدم الرول، انا بالنسبه لي y over x اسهل. طيب تاني حاجه a parallel to c، السلوب y1 over y2 y1 over x1 times y2 over x2 equal negative 1. ده الرول الثاني اللي هو simplify. عشان كده بقول لك لو عملنا 4 over 2 times 3 over negative 6 طلعت negative 1 يبقى جميل. طيب a parallel to c هحط مين over مين؟ 4 over 2 هتطلع ب 2 و c هحط مين over مين؟ 8 over 4 طلعت برضو ب 2 يبقى الاثنين دول parallel. او نستخدم الرول مش فارقه نفس الرول ده وy1 over x1 وy2 over x2 برضو بينفع في كل الحالات، اصل هي هي ما فرقتش. b perpendicular on c هجيب ال b اللي هي مين over مين؟ 3 over negative 6 times 8 over 4 هعملهم times بعض طلعوا نيجاتيف 1 تمام. او عايزه تستخدم القانون ما عنديش مشكله. ممكن لو سمحتوا تفتحوا الكلاس ورك وتكتبوا دي وتحلوا. هنا دول بارلل عايزين برضو تحطوا الرول اوكي، عايزين تشتغلوا من غير الرول اوكي. فعلا الام طلعت ب 6. ممكن اشتغل بقى بدل اللي انا كاتباه ده، بدل اللي انا كاتباه ده ممكن اقول 3 over negative 2 equal m over negative 4 واعمل cross multiplication هتطلع على طول الام في 6 بدل كل الستبس دي. طب حلو قوي ماشي. if a perpendicular b، طب هو بقى عايز احتمال تاني لو a perpendicular b عايز يجيب الفالي بتاعت الام. perpendicular يعني y1 over x1 times y2 over x2 equal negative 1. طيب تعالوا نشوف هنا ده perpendicular، هنا الام هتطلع بالنيجاتيف 8 over 3، نيجاتيف 8 over 3، نيجاتيف 8 over 3 مش
طيب خلونا نكمل هنا نفس الكلام. الـ m equal negative 8 over 3. يلا يا جماعة واحدة كمان. a equal 2.5 b equal k negative 4 في حالة البارلل مرة وفي حالة البربنديكولار مرة. اوكي هنا اقدر استخدم الرول او اقدر استخدم هنا هتطلع m equal 8 over 5 اللي هي 5 over 2 equal negative 4 over k. هعمل cross multiplication هتطلع الانسر. الرول في البارلل بلس ثواني ممكن تبقى غلطه ثواني. هنا يا جماعه الانسر هتطلع نيجاتيف 8 اوفر 5. هي فعلا ان دي نيجاتيف 8 هتروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف وانا كنت كاتباها نيجاتيف، انما هي تطلع نيجاتيف 8 اوفر 5. وفي حاله البربنديكولر هقول 5 اوفر 2 تايمز نيجاتيف 4 اوفر كي ايكوال نيجاتيف 1، او هنستخدم الطريقه دي هتطلع الكي ب 10. ماشي. هنا يا جماعه نفس الكلام. a نيجاتيف 4 و6 وb 6 ونيجاتيف 9 وc 3 و2. هنا بيقول لي بروف ذات ان c بيربنديكولار اون a. انا هنا اشتغلت بقى بالطريقه العاديه اللي هي زي ما انا كنت بقول y1 اللي هي 2 اوفر 3 اللي هي c، وبعدين هجيب a يا حبيبتي هي c 3 و2 يبقى 2 اوفر 3. لا بتكلم على c الاول 2 اوفر 3 وبعدين a 6 اوفر نيجاتيف 4 فهتبقى نيجاتيف 3 اوفر 2. لو عملت لهم تايمز بعض طلعوا نيجاتيف 1 يبقى كده دي بيربنديكولار. اما بالنسبه للبارلل هقول 6 اوفر نيجاتيف 4 هتطلع نيجاتيف 3 اوفر 2، ونيجاتيف 9 اوفر 6 برضه هتطلع 3 اوفر 2. يبقى كده هما الاثنين ايكوال، يبقى معنى كده ان a بارلل 2 b. بعد كده بي بيربنديكولار اون سي هجيب البي السلوب بتاعها واجيب السلوب بتاع سي اعملهم تايمز بعض يطلعوا نيجاتيف 1. دي الطريقه اللي انا عماله اقول لكم عليها بقى ان احنا ممكن نستخدمها اسهل من الرول. دي الطريقه دي فعلا اسهل بكتير صح. طيب عندي بارلل لاينز، عندي بارلل لاينز ام ام از ا نون زيرو فيكتور k not equal to zero يبقى m parallel k m. k m دي يا جماعه اي رقم، طول ما الرقم انا هقول لكم الاختصار بتاع العك ده، طول ما الرقم ده positive يبقى هو ماشي في الدايركشن في نفس الدايركشن. لو حاجه positive وحاجه negative يبقى هما opposite in direction. اعتقد ان انتوا خدتوا حاجه زي كده في الفيزياء. ما هو احنا اصلا الدرس كله بيتكلم عن الفيكتورز، فبتاخدي كل ما يخص الفيكتورز من parallel lines بقى direction same direction او opposite in direction. ماشي كده يا جماعه احنا خلصنا الدرس.